لو الحكاية فيها إن فيتو سمارت. احنا شفنا الحكومة زودت وتيرة التشريعات الفاتحة. عايز اقول لك حاجة، الناس كلها استثمرت في اوقات صعبة وكانت التشريعات مش موجودة، واستثمرنا وكسبنا وعملنا. انا شفت قانون يعني استثمار يعني بالسرعة. يعني بالتالي اي تحسين في المناخ الاستثماري المفروض ان يبقى اسهل يعني. الحمد لله التشريعين الحكومة لقيت نفسها وعملت كذا تشريع قبل الطبر موفقين جدا. قانون الاستثمار وقانون الضرائب المؤقتة. والمراتب اعتقد مش هيبقى في حد ليه اي عذر يعني، غير ان لسه في شويه حاجات طبعا صغيره. هل قانون الاستثمار حضرتك راضي عنه؟ شفت يعني بنسبه 90%. ايه المطلوب من الحكومه انها تكون قاده المال والاعمال في المؤتمر عشان نقدر نجيب الاستثمار؟ الو ايوه